هنرجع تاني لصعيد مصر وتحديدا بني سويف. معهد ابحاث وتطبيقات الليزر بجامعه بني سويف ضمن اهم المعاهد الفريده من نوعها، مش بس في مصر ولكن في منطقه الشرق الاوسط. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان في نشاط بحثي مهم جدا، معامل مجهزه، تفاصيل تانية بتخلي المعهد ده في مكان تاني او حته تانية كده، زي ما احنا بنقول بالعاميه المصريه. الزميل محمد حفيظ هنتابع معاه العديد من التفاصيل حول هذا المعهد ونرجع تاني لحضراتكم. يعد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بجامعة بني سويف أهم المعاهد الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بنشاطه البحثي وما فيه من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة، ويختلف عن المعاهد الأخرى في المنطقة نظراً للاختلاف الكبير في الأهداف والأغراض ومجال الدراسة، إذ يتطلع المعهد إلى تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم بعد الجامعي. المعهد يعتبر مثال حي لدعم الدولة للبحث العلمي. عندنا معامل متميزة زي معامل فيمتو سكند، معامل نانو سكند، معامل تطبيقات الليزر بيولوجية، تطبيقات الليزر في الميكروبيولوجي. معامل الليزر اللي هي الفيمتو سكند يعتبر مختلفة خالص وغير موجودة إلا في معهد الليزر بجامعة بني سويف. بندرب فيها الطلاب على الليزر منخفض الطاقة. الحمد لله عندنا أبحاث تمت بمشاركة دولية، عندنا شراكة مع جامعة هارفارد، جامعة تكساس بأمريكا، معهد ريكن باليابان، ومعهد إيلاي اللي هو أعلى الطاقة بالمجر. يمنح المعهد عددا من دبلومات الليزر ودرجتي الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات، ويسعى إلى إعداد كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية في استخدام الليزر وتأهيل باحثين متخصصين من خلال برامج أكاديمية في الدبلومات المتخصصة والماجستير والدكتوراه بهدف المساهمة في ازدهار المجتمع. بعد ما خلصت دراسة الماجستير في أحد الدول الأوروبية بلجيكا، كنت بدور على مكان يكون يماثل أو يضاهي الخارج والمعامل الخارج في دراسة تطبيقات الليزر تحديدا يعني، ووجدت صراحة أن المكان ده موجود في معهد أبحاث وتطبيقات الليزر. لقيت الدولة فعلا مدعمة المعهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالأجهزة. جامعة بني سويف والدولة لا تدخر جهدا ولا مصروفات بحيث أن هي تدعم الباحثين، بحيث أن التجربة كاملة يقدر الباحث يعملها هنا هو في المعهد بدون اللجوء أو الاضطرار أن هو يعمل أبحاثه أو يعمل القياسات بتاعته في أكتر من مكان في الخارج يعني. كان في دعم شامل من الجامعة ومن الدولة أن يبقى في تجهيزات لمعامل خاصة للربط ما بين التخصصين دول، إزاي نستخدم الليزر في التطبيقات البيولوجية. فبدأ يبقى عندنا معمل تطبيقات الليزر البيولوجية وتطبيقات الليزر في الميكروبيولوجي. الأبحاث والاتجاهات البحثية الموجودة في المعملين دول يعتبر فيلد جديد، فيلد بيني يجمع بين تخصصين مميزين جدا. بعد التخرج كنت بسعى ان انا اشوف مكان بحثي وان انا ادور على منح بحثيه خارج مصر، ولكن بعد التخرج يعني تم انشاء معهد ابحاث وتطبيقات الليزر اللي بيتميز بمجموعه من الباحثين والاجهزه الحديثه اللي بتوفر لنا ان انا مش الطالب مش محتاج ان هو يسافر بره، طالما يعني الدوله موفره له مكان مهيئ في اجهزه حديثه ودكاتره وباحثين يقدروا كمان ان هم يساعدونا ويؤهلونا ان احنا نبقى زي الباحثين اللي خارج مصر. كما يهدف المعهد الى خدمه المجتمع المصري بصفه عامه ومحافظه بني سويف بصفة خاصة في علوم الليزر وتطبيقاته في كافة المجالات الطبية والهندسية والبيئية والبيولوجية والزراعية والعلمية، من خلال تقديم الخدمات البحثية والاستشارية التي تساعد في حل المشاكل وتطوير المجتمع، والسعي إلى تدعيم أواصر التعاون الدولي مع عدد من المراكز والمعاهد العالمية، مما يؤدي إلى تقديم خريج متميز معرفيا ومهنيا ومهاريا ومؤهل لسوق العمل المحلي والعالمي.